السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. بينهم السوريين، الأرج يترأس اجتماعا لتنظيم متطلبات أوضاع اللاجئين في العراق. بالصور، تظاهر أمام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق القرآن الكريم. الدولار ينخفض في سوق العراق، ماء محكمة تطيح بإرهابيين في 3 محافظات. عبد الغني، نجحنا بإضافة 6 مليارات برميل نفط إلى الاحتياطي الوطني. العراق يؤكد ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والبدء بمفاوضات بين الطرفين. إليكم تفاصيل الأخبار. ترأس مستشار الأمن القومي قاسم العرجي اليوم الاثنين اجتماع لتنظيم متطلبات أوضاع اللاجئين في العراق. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن الأرجي ترأس اجتماعا موسعا لوضع رؤية وطنية لتنظيم متطلبات أوضاع اللاجئين في العراق، وتابع أنه شارك في الاجتماع الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق ووكلاء وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشار السياسات الأمنية في مستشارية الأمن القومي وممثل عن قيادة العمليات المشتركة وأعضاء من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وأوضح أن المجتمعين ناقشوا مقترحات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق وملاحظات الجهات المشاركة لوضع رؤية وطنية يتم رفعها إلى مجلس الأمن الوطني لاستحصال القرار الخاص بتعديل قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971 وتنظيم متطلبات تقديم الخدمات إلى فئات اللاجئين ومنهم السوريين الذين دخلوا العراق بعد العام 2010 إلى جانب تفعيل الجهد الدولي الساند لمهام الحكومة العراقية بهذا الخصوص. تظاهر المئات من العراقيين الاثنين أمام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن الكريم. وقال مراسلنا إن المئات تظاهروا أمام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على سماح السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم، وأضاف إنهم طالبوا باعتذار رسمي من الحكومة السويدية. وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم اليوم السبت الماضي. شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين انخفاضا في البورصة المحلية، وسجلت أسعار بيع الدولار 161,000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 160,000 دينار لكل 100 دولار. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاثنين القاء القبض على 3 إرهابيين و23 متهما بقضايا متنوعة في بغداد ونينوى وصلاح الدين. وقال إعلام المديرية في بيان إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات وأمن الفرق 11 و14 و16 و17 وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات بغداد وصلاح الدين ونينوى. وأضاف البيان إن ذلك أسفر عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في مدخل نينوى، سيطرة الشهيد سبهان وناحية حمام العليل ومنطقة الرشاد، و23 متهما بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا. أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني اليوم الاثنين على أهمية قطاع الاستكشافات النفطية في تعزيز الاحتياط النفطي للثروة الهيدروكربونية للعراق. وقال عبد الغني خلال زيارته لشركة الاستكشافات النفطية بحسب بيان إن الفرق الزلزالية التابعة لشركة استكشافات النفطية نجحت خلال الفترة المنصرمة من تكثيف نشاطاتها في الصحراء الغربية من محافظة الأنبار إلى جانب بعض المناطق في محافظة نينوى والنجف والمثنى وذيقار، وقطعت آلاف الكيلومترات لجمع المعلومات من مساحات الأراضي المشمولة بالمسح الزلزالي ضمن خطط الوزارة وحققت نتائج مثمرة. وأشار عبد الغني إلى أهمية تحويل التوقعات إلى احتياطي ثابت يعزز من موقع العراق على صعيد إدامة وزيادة إنتاج النفط والغاز، فقد أسفرت هذه الجهود
خلال السنوات القليلة الماضية إلى أضافة 6 مليارات برميل من النفط الخام و32 مليار قدم مكعب قياسي إلى الاحتياط الوطني من الثروة الهيدروكربونية. استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الاثنين السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف. وذكر رشيد بحسب بيان لرئاسة الجمهورية أن الأوضاع الأمنية في العراق تحسنت عما كانت عليه في السابق، وأضاف أن خلال زيارته إلى محافظتي البصرة ونينوى لمس تقدما واضعا في الخدمات الضرورية، في حين احتضنت مدينة البصرة بنجاح بطولة كأس الخليج بنسختها 25، معتبرا أن هذا مؤشر إيجابي على أن الأوضاع تسير وفق ما نخطط إليه. وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية أكد رئيس الجمهورية ضرورة إنهاء الحرب والبدء بمفاوضات بين الطرفين وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول الدبلوماسية للأزمة وبما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين والمنطقة. بدوره جدد السفير الروسي رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، كما استعرض آخر تطورات الأوضاع بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.